السلام عليكم. كما قلنا المرة اللي فاتت في رانا نكملوا على الجرافيك، لي كومبوزون جرافيك، باش نعمل نشوفوا شوية دي زيفينمون في مثلا في لي بوتون في لي تكست بوكس بار اكزومبل، باش ندخلوا تاعو نعملوا كرياسيون تاع بروجي جديد سموه مع بعضنا نيو بروجيكت، بروجي 1 بار اكزومبل. تحلينا الفورم، الفورم هذه هي بدها ان كومبوزون جرافيك، نجم نكبر نجم نصغر نجم كذا، نجم نبدلوا لها اسمها، مش نبدلوا لها اي حكايه، اسمها تيتر هذا فورم ا مش نبدلوه، نكليك عليها نمشي بروبريتي تكست نحط بار اكزومبل اكو، مش نبدل لها ليكون هذه، نحب نعمل ايكون خاصة بيا انا الشركة نخدم لها، باش نخدم لها وحدة خاصة بها، نمشي تنقى ايكون نتيلي شارجي ايكون ونشوفها، انا عندي هذي حاضر تستي اون فو تستي صاي ورتاكي ورتاكي وحدة جديدة وين ايكون جديدة، انا تيلي شارجيت قبلكم بشوي من السيت اسمه ايكون ارشيف اللي حكينا عليه، تدخل السيت تكتب اي حكاية بار اكزومبل في الاجوتي بيرسون، سامحوني كونيكسيون فاست، المهم تعمل اجوتي بيرسون تلقى برشا حوايج، تلقى ديزيماج كبار صغار متوسطين في الحجم نتاعهم، وكي تحطها على البلو تطلع بلو الفون نتاعها تتحكم فيه خاطر في ديكستينسيون بوان بي ان جي، في وسط الفورم هذي نجم نحي الماكسيمايز ومينيمايز، هذي كالعادة نكليكي مش دوبل كليك، كليك واحدة سيليكسيونها نهبط لوج على الماكسيمايز. ماكسيمايز بوكس شتاترو حتى فورس والماكسيمايز كيف كيف حتى فورس يتنحوا لزوز، علاش كل انت واحد يعمل فيهم هذي، تو كيما في الاوتنتيفيكاسيون باش نعمل لوجين ومود باس لازمش لي تكبر لا تصغر، تو نرجعوها هذي تدفن كي نحط لها نترو من كذا كي نسيليكسيوني كي نكبرها تكبر هكا باش تكبر نتاع لوجين مود باس وش شي حوز ميني مايز راجع حترو لهنا، مش نجوتو تاو ان لابيل باش نستعملو نشوفو البروبريتي نتاعو هاو كلابيل انجليسي تكست بوكس باش نخدم شوية على ليزيفينمون في تكست بوكس بوتون شوفو بوتون وين شوف البوتون كي شفت اللابيل صح ونجم موديفيو كيما قلنا سيليكسيونيها ونمشي التكست تاعها مش نبدل الاسم نبدلها بار اكزومبل سي فو بلاي انتري فوتر نو بار اكزومبل دو بوان نكبر نمشي الفون تاعها مونوتيك بار اكزومبل 14 الكتيب مزيانة شوية نوعا ما، الكولور تاعها ما عجبنيش نمشي فون كولور، شفت هذي تاو تبقى ديما في الذوق نتاع الديزاينر بار اكزومبل، انا نعملو ذوق نتاع ذوق خايب خلاص نخدم فيه خايب بالعاني تاو مش من بعد نوريكم الذوق جديد مع الحديث جدد الكومبوزون جدد بار اكزومبل، في التكست بوكس نجم نكبرو كيف كيف ايه تو كي نقول قايل اني نكتب هذوما الكود نتاعهم الكون نكتبوا فيه قبل كيما في الواحد كرييت بوتن ما ادري شنو كذا وكذا ولا قريتوهم الكل كيفاش قاعدين يتكتبوا هما ديجا قاعدين يتكتبوا اوتوماتيك مو انا انجليزي وكيت تكتب ويمش نلقاه، شوف نجي للسوليسيون ديكسبلوراتور شو اول فايل نكليك عليها يتحل لنا دوسي هذه في الاخر نتاعو في الفورم هاي الفورم هذه اللي صنعناها نجي نكليك عليها من هنا فما ديزاين شو عملنا انا عملنا لابيل وعملنا تكست بوكس وعملنا بوتون ندخل للديزاين هاو الكود قاعد يكتب نهبط نشوف ثبت فيريف شوف لنا في الكرياسيون عندك لابيل ايجال نيو لابل تكست بوكس 1 ايجال نيو تكست بوكس كل واحدة ايريتي من بلاصتها بوتون 1 من البوتون لي بروبريتي كبرتها وصغرتها كذا وبدلت لها اسمها كيما في لابيل 1 هاكا تلقاها لابيل 1 هاكا توعد نوعية الكتيبة نتاعها
مونوكور سوفيا 14 بوان تاي نتاعها، الفون ايطاليك، الجرافيك تلقى نتاعها، الكولور نتاعها الكولور جرين، انا حاطينها اخضر، تاي نتاعو كلها 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 تبدا انجليزي ويكتب كيف كيف تاع تكست بوكس. فوسط تكست بوكس بار اكزومبل سكرها دي ما نسحبهاش، فوسط تكست بوكس مش حاب نحط حكايه في وسطها اوتوماتيكمون كي لانسينا هكا ما تلقاهاش فارغه. بار اكزومبل نقولوا لهنا فوتخو نو باش يعرفها، نكليك عليها البروبريتي، نمشي في التكست بطبيعة باش نلقاها فارغة، باش نكتب لهنا فوتخو نو باغ اكزومبل. صحيح زايدة خايبة ما فيبها، أما كنت تنجم تحطها اوتوماتيكمون كي تستحقها تعمل فيها. نمشي للبوتون تاعو، البوتون هذا كي ما يخدمش كيفاش يخدم؟ لازمنا نحطو فيه ان ايفينمون. ايفينمون اش معناها؟ الحاجة اللي مش يعملها. دونك باش سيليكسيوني باش نبدو شوية في الكود نعم زعما نمشي للبروبريتي، شفتو البرق هذا هو اللي مكتوب عليه ايفنت، سي ليفينمون اللي مش يوقع عليه، نكليك عليه ديجا هو شفتها ديجا هو اوتوماتيكمون تحط في الكليك. اش معناها في الكليك؟ كي نكليكي على البوتون ايش مش تعمل؟ نجي نقص عليه انا مرتين يتحلي في الكود ديريكت، تحلي في الكود نتاعها ديريكت، يجيني الكورسور لهنا، الكورسور لهنا مثلا البوطون هذا باش نعملوه هنا نبدلو له اسمه، البوطون هذا باغ اكزومبل نسموه بوطون كيتي، نجرب في الكيتي هذي كي نكليكي عليه، نكليك عليه مرتين ولا نجي ليفانت ونعمل هكا، كي باش نعملو كيتي باش نعمل نكتب كلوز هكا و بيان اكزيت نفيري فترة تسكر ولا تك تسكر باهي. نزيدو بوتون اخر باغ اكزومبل كونترول سي كونترول في، نجمو نعمل كونترول سي كونترول في، في هذا نبدلو النوم تاعو نسمو باغ اكزومبل شونجي ما عرفش شنو، شونجي هذي باش نبدلو باغ اكزومبل كي نقص على شونجي مش يتبدل لي تيكس بوكس هذا يتحط فيه اسمي بار اكزامبل هذه راح عندي باه، يا نكليك عليه مرتين هذه اللي مش نعودو ديما نخدمو بها، نكليكي مرتين نبدا نخدم او بيان كيما كنا نشوف فيها توا نمشو لذاك البراك نكليكي لهنا مرتين باش نكتب بار اكزامبل شو اسمه هو هذا شو اسمه تيكس بوكس انا تكست بوكس هذا اسم الكومبوزون جرافيك، مش ندخل في وسطه مكتوب في وسطه هذاك كتبناه تا هو اسمه بوان تكست ذكره هاك بوان تكست، قلنا كي نكليكو على البوتون مش يبدل لي التكست الموجود في وسط، لحظة تكست بوكس بوان تكست فيرست تكست هذاك باش يبدل لي باش يكتب لي قلنا اسم نادير هاند نديريف نلانسي شانجي. شفت ليفينمون كيف الكيتي تسكر باهي، باش نكتبو باش نكتبو كومنتير باغ اكزومبل نعمل سلاش ونكتب سو بوتون permet de changer le nom de textbox par exemple. عوريتكم كيفاش تكتبوا كومنتير خاطر توا اي شركه واي بوطه واي وحده نتاع ديفلوبمون دي زابليكاسيون ولا كرياسيون دي زابليكاسيون ولا ديفلوبمون موبيل يطلب عليك لازم تكتب لي كومنتير خاطر ماكش باش تخدم وحدك على ابليكاسيون كامل. نعاودو نرجعو تو نشوفو كلك ايفينمون على التكست بوكس قبل ما نحط الكورسور لهنا اش يوقع، من بعد ما نخرج منه اش يوقع. هذوما فما دوز ايفينمون نستعملوهم برشا باه، سيليكسيونيها نمشي لك البراك نلوجو على وحدة اسمها انتري هاكا انتري، نكليكو عليها مرتين كيما قلت هنا في التكست بوكس هذا اش يوقع، شنكتب تكست بوكس اش يوقع
Bac color est égal par exemple je حط الكولور نتاعها قبل ما ندخل الكولور نتاعو يكون بلو قبل ما ندخل للتكست بوكس من بعد نعاود نرجع التكست بوكس هذا سيليكسيوني نمشي للبراك تو كي نخرج منه التكست بوكس الكولور شنو هي هي واحد اسمه ليف ها هي نكليكي مرتين نجي نكتب هنا تكست بوكس باك كولور شو قلتش يعاون فيزيول سيد ايقال خير كولور حاش تي بي بار اكزامبل بيج نجرب توني مازال ما دخلتش كي نخرج شتو البلو مش باين شوية كي نخرج منها ولي باجة باه الكولور البلو هذا مش باين شوية بس انت نبدو بعدها نحطو قبل ما ندخلو نحطو بلاك شفتو كيفاش نوار ولا باين قبيلا حطيناه بلو كنت نكتب انا هنا وخرجت خرجت باش نعمل حاجة اخرى يخرج ولي باج كيتي نخرج هذا هو اليوم مش عملنا في الفيديو هذي عملنا شفنا شوية البروبريتي متاع لي الفورم شفنا البروبريتي متاع لي لابيل بدلنا اسمه لقب بدلنا الكولور متاعه والفورم متاعه والتيب متاع الكتيبة كبرنا وصغرنا في التكست بوكس شفنا وين موجودين effectivement وين موجودين الشيء اللي نعملو فيه نحنا الكرياسيون متاع البوطون وين توقع بالضبط في الفيديو الثاني ترى ان شاء الله باش نبدو في الابليكاسيون امس نزيدو نعملو طلة على المينيو كيفاش يتكون كيفاش نجمو نعملو مينيو وكيفاش نحطو فيه دي سو مينيو تاع لا فيديو بروشان ميرسي